هل يلزم المؤمن غسل السبيلين قبل كل وضوء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إنما الواجب الاستنجاء عند قضاء الحاجة بإزالة أثر الخارج من السبيلين، بأن يغسله بالماء وهو ما يسمى بالاستنجاء، أو يمسحه بالحجارة حتى ينقي وهو ما يسمى بالاستجمار، ولا يعيد هذا إلا إذا حصل منه خارج. وإذا أراد أن يتوضأ فإنه يتوضأ بدون استنجاء ما دام أنه قد استنجى سابقا ولم يحصل منه بعد ذلك خارج آخر، فإنه باق على استنجائه الأول فيتوضأ بدون استنجاء، لأن الاستنجاء ليس من أعضاء الوضوء وإنما هو إزالة نجاسة إذا وجدت. نعم.